واحترام ووئام وسلام لكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الكشاف. اليوم احنا في بغداد، وين؟ بملعب الغزالية، ملعب منتدى الغزالية. جمعنا فريق من الشعلة وفريق من الغزالية حتى يكونون ضمن خيارات المدربين قصي هاشم وقصي منير. طبعا خليني اقول لكم شيء، انه الأندية بدت تقتنع تماما بين الفرق الشعبية، فيها كثير من المواهب. كان عندنا حديث خاص مع رؤساء الأندية مع المدربين انه تفاجأوا بهذه الأسماء وبهذه المهارات في الفرق الشعبية. قبل يقولون انه دور الفئات العمرية هو اللي كان يرفض الأندية بلاعبين ممتازين، لكن دور الفئات العمرية ماكو، قضية التزوير والمستمسكات اللي أعلنوا عنها انه أكثر من 500 لاعب مزور في دور الناشئين. بالتالي شعار البرنامج كلا للتزوير خلى رؤساء الأندية والمدربين يشوفوننا زين ويقتنعون بأن اللاعبين الموجودين في الفرق الشعبية هم لاعبين مواهب وبإمكانهم أن يلعبوا في دور الفئات العمرية. طبعا بدينا نقترب من يعني نهاية القسم الأول من البرنامج. ليش؟ لأن عملية جمع اللاعبين بالنسبة للكابتن قصي هاشم والكابتن قصي منير بدأت يعني تصل إلى المراحل النهائية. ليش؟ لأن فرقهم ترممت بلاعبين مدافعين، بلاعبي وسط، بحراس مرمى، أيضا بلاعبين مهاجمين، لكن إذا لقوا لاعب جيد راح يجيبوه. بعدها يمكن كل لاعب راح يصير عنده في 30 لاعب أكثر أقل، راح تكون هناك تصفية أولية بالنسبة للمدربين سواء كابتن قصي منير أو قصي هاشم. بعدها بالمرحلة الثانية من البرنامج راح كل مدرب راح يصفى على 23 لاعب، من ثم يلعب مباريات، بعدين نجمعون بفريق واحد قوي على اعتبار انه المدربين البرنامج هم لاعبين ومدربين في دورينا. بعدها راح يكون هناك ختام للبرنامج. يعني ما اريد يعني اطيل اكثر في المقدمه، دائما ابدا بالسيد الكابتن قصي هاشم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ امين، وتحيه حب واحترام وتقدير لك ولكابتن قصي منير وللاخوان خلف الكاميرات وكل مشاهدي قناه القريعه. الكابتن قصي قصي منير، ليش قصي هاشم؟ نتكلم ها؟ يلا عادي، انتم واحد بقى. ان شاء الله احنا كلنا واحد ان شاء الله. اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا وسهلا بك، تحيه لك وللمشاهدين وكابتن قصي. يعني اشوفك اكثر اطمئنان في هذه الحلقه. والله مو استمتع لما اشوف ملعب كبير. ها يعني من توديني ملعب صغير، ها يعني نفسي ينقفز قلبك. ينقفز قلبك بالملعب الصغير. اي ما حقيقه انا قايلها يعني حكينا بالحلقات السابقه زين، بس بالملعب الكبير يعني تنفتح لك، يعني شلون تفتح لك هواي اشياء، يعني تنظر اللاعب على اللي صدق باكر عقبه من ناخذه ويكون ضمن فريقي او من ضمن فريق قصي. زين، نقدر نقول هذا لاعب انه يستطيع انه التحق باي نادي. يعني انا مفاجئكم بشيء، انا اليوم راح العبكم مع الفريقين بالمناسبه باخر 5 دقائق. راح كابتن قصي يلعب. نعم تلعبنا بهاي؟ تلعبوا بهاي بهذا الملعب. اوكي متفقين؟ مفاجئنا ليش؟ خب قلنا لنا بلغنا. لا احنا نريد نفاجئكم. يحب المفاجآت، يحب المفاجآت. يحب المفاجآت. اليوم عندك استعداد تلعب 5 دقائق؟ ما عندي. اخر 5 دقائق. عندك استعداد؟ اي عاد. خلاص 5 دقائق راح تلعب انت ويا فريقك الفريق السماوي. السماوي الفريق. فريق السماوي، وانت راح تلعب مع الفريق البرتقالي. احكوا لنا عن فرقكم، ايش محتاجين؟ انت قدمت مقدمة وقلت احنا تقريبا حلقات السابقة اختارينا في أكثر من مركز وكل لاعب او لاعبين بنفس المركز. زين، وعندنا لاعبين ايضا انا شخصيا ممكن باكثر من مركز يخدمك يلعب. زين، بالاضافه لاليوم اذا شاهدنا مستوى شتري اعلى انه او شتري افضل من الموجودين، بحكم انه راح تكون هناك مفاضله تصفيه انه لما نجمع انه من 30 او ايش قد يصير العدد. زين، راح يصير انه مفاضله، فراح نشوف. انا اليوم مطمئن انه عندي شلون اقول لك عنده خزين. شوف لا لا مو مسألة خزين. خزين عندي لاعبين قاعد يسند عليه. هذا الملعب هو اللي ينطيني اطمئنان حقيقه. ايش قد تاخذ اليوم؟ اليوم؟ ايه اتصور 3
يعني اذا سمحت لنا يعني انت ثلاثه تدلل كابتني نرجع لك كابتن انا يعني ايش اسمه اذا تستنى سؤال سيد بيك احتمال ماكو خاب احتمال ماكو اي شوف لا لا طبيعه يعني اذا تروح للشارع وتشوف الاطفال طبيعه يعني العراقيين او الطفل دائما يحب يهاجم زين يعني مستحيل تروح نشوف جاهل يلعبون 5-5 بالشارع نشوف واحد دافع كلها تهاجم كلها مهاجم كلها تهاجم يعني هي طبيعتهم وحب الهجوم زين فانا فريقي يعني هسه الخط الهجومي والخط الوسط اعتقد على احسن ما يكون لكن قاعد اعاني حقيقه من مشكله المدافعين قلوب دفاع زين ما قاعد اشوف يعني زين. بس اذا انا اليوم ظهرت بمستوى طيب بالمباراه ممكن اكون فريقك انت الفريق كله تلك يعني الله انت بس تهاجم بس تهاجم يا ريت تلعب مدافع اي فالمهم ان شاء الله ان شاء الله يعني انت اليوم جاي على مدافعين والله على مدافعين جاي يعني عندي مدافعين اثنين بس اريد بعد اثنين وياهم ستاند باي يعني حتى يصير منافسه هذا المكان اكيد زين احنا ما نريد نطول على المشاهدين المرحله القادمه مرحله اصعب كابتن استغنى عن مجموعه من اللاعبين طبعا راح بعد التدريبات ممكن راح يكون بها زعل تجامل جماعتك كابتن لا هي البقاء للافضل راح يصير يعني انا اتصور هذا الشعار يعني حتى لو هذا اللاعب دزيت لك يعني والله انا ما اتصور ها ما يمشي عندي كل شيء ما عندك شيء زين هذا اللاعب اللي دزيت لك يعني يمشي ممكن يمشي بالفريق لا شوف كرة القدم ساحة مكشوفة ما تقدر تضم على الناس مو انت تقول مثلا موظف وتخليه يتختلف بمكان وما حد يشوفه لا كرة القدم مكشوفة هسه انت يمكن احنا من مستوى لا يسلم عليكم مدير القناة يقول يا هذه فيها مجال مشون اللاعبين دزاك ايه شوف بدي خليني اقول لك يعني يمكن احنا من واقفين ونختار لاعبين الكل احنا يمكن تقريبا يعني متفقين على اللاعبين الافضل موجودين فمن يلعب بساحه مكشوفه كل الناس تشوفه واعتقد يعني هو تحسب عليك انه هذا لاعب غير جيد ويلعب هذا اللاعب سمعه قصي هاشم بهذا اللاعب اكيد اكيد بس قلنا لمدير القناه بنخلص البرنامج خلي يسوي له برنامج يسوي له برنامج لان الجمهور بعد ما يتقبلكم اذا كان فيهم ناس لا هو شوف احنا حقيقه هو واقع حال صار يعني هاي العلاقات والهذي بس هذه امانه زين بالمناسبه حتى الجمهور يفهم ماكو هيك موضوع لا موصين لكن احنا نريد نوصل هذه الرساله انه كره القدم يقولون اكو واسطات بيها صح يقولون اكو واسطات احنا بهذا البرنامج ما عندنا شيء اسمه واسطه المستوى هو الفيصل بينك وبين تواجدك مع النجوم قصي منير وقصي هاشم اذا حتى ما نطيل على مشاهدينا الكابتن قصي هاشم اختار فريق السماي والكابتن قصي منير اختار الفريق البرتقالي خلي الروح يعني حتى يتعرفون على فرقهم اكثر عن قرب وبعدها راجعين لا تفهموا بعيد. اللاعب يونس مسير كاظم مواليد 2001 احمد طالب علوان مواليد 2000 اللاعب عمر علي كاظم مواليد 2002 اللاعب محمد علي نعمه مواليد 2002 حسين جاسم عبود مواليد 2000 ايوب مسير كاظم مواليد 2000 سجاد حامد عبوسي مواليد 2000 حازم بشير جبار مواليد 2000 لاعب عبد الله عثمان عبيد مواليد 2002 محمد الباقر علي كاظم مواليد 2000 حسين عدنان حسون مواليد 2001 حسن محمد عبد الله مواليد 1999 محمد علي ثامر مواليد 2001 محمد حسن جبار مواليد 2005 محمد صادق كمال مواليد 2000 حسين علي جواد مواليد 2002 علي محمد كريم راضي مواليد 2002 احمد وهيب احمد مواليد 2001 حسين احمد حسين مواليد 2002 الاسم كرار رحيم عبعوب مواليد 2001 مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا قلنا الكابتن قصي هاشم اختار الفريق السماي الفريق اللي يرتدي زي الارجنتين راح يكون طبعا على مدار الوقت القادم التركيز عالي من قبل الكابتن قصي هاشم على هذا الفريق شباب مرحبا بكم شباب احنا برنامج الكشاف اللي يعرض على قناة الطليعة البرنامج يمكن شفتوه عرفتوه البرنامج انه الكباتن راح يختارون منكم موهبة أو موهبتين أو ثلاثة ربما حتى تتضمون للفريق الخاص بالكابتن قصي هاشم بعدها طبعاً يمكن راح توقعون بالأندية الجماهيرية بالأندية النخبة بالأكاديميات حلقة الوصل بينكم وبين الاحتراف هذا البرنامج اليوم طبعاً نسمع دائماً يقول لك أكو لاعبين بالفرق الشعبية ما قدروا يوصلون للأندية ليش؟ أندية واسطات هذا ما عنده فلوس يروح للنادي هذا ما عنده عرف هذا يحتاج له دفعه اليوم الكابتن
غني عن تعريف كابتن قصي هاشم لاعب المنتخبات الوطنية واللاعب المحترف اللاعب الخلوق بكل شيء طبعا. اليوم هو مدرب وجايكم برجله حتى يقدم خدماته لكم، واتمنى انتم تقدمون نفسكم بطريقه طيبه حتى تقدرون تقنعوه وياخذ منكم موهبه او موهبتين ثلاثه. تعالوا قبل ما يتحدث وياكم الكابتن تعالوا سلموا عليه واحد ورا الثاني. اولا السلام عليكم. الشرف انه اجي المنطقه الغزاليه من اجل مشاهدتكم ومشاهده الفريق، ان شاء الله نحصل موهبه او موهبتين او ثلاثه ان شاء الله. حقيقه يعني كل اللواعب انتم اللي تشاهدون بالانديه والمنتخبات الوطنيه هم بدوا مثلكم، بدوا من الفرق الشعبيه، صبروا اجتهدوا التزموا بما يقول لهم المدرب. يعني اتمنى انه من التزامكم كابتن حسن التزام 100% بما يقول كابتن حسن بالامور الفنيه والاداريه. يعني انا اذا اتكلم على جانبين مهمين، الجانب الاداري يخص حياتك انت خارج الملعب، يجب انه انت يعني عندما تتدرب هنا ساعتين يجب انه تستفاد من هذا التدريب، مو تضيع بوقفتك مثلا بالوقفه بالفرع او تروح لقهوه او تسهر او الاكل مالتك غير جيد. يعني لازم تلتزم بهاي الامور لان هاي الامور هي اللي راح تصعدك وتخليك لاعب جيد. اما الامور الفنيه يعني اللي تخصك داخل الملعب، اتمنى اليوم نشاهد مباراه جميله، مباراه بها الجماعيه تطغى على الفرديه. ما اريد انه لاعب يلعب بشكل فردي، انه كاميرات موجوده ومدرب راح يشاهد العب بشكل فردي واراوغ حتى بين نفسي، لا، اللاعب يجب انه يلعب بشكل جماعي ويلعب كره سهله. من الان راح اقول لك اذا اي واحد وخاصه الخط الخلفي المدافعين، اي لاعب يلعب كره طويله وتشوت كره طويله بدون يعني بدون تعيين راح ما اخليه ببالي. لا بالحالات مثل ربما اكو حالات تحتاج انه يسدد كره طويله تمشيها لها. لا عادي مثلا اذا مضغوط عليك ضغط عادي، بس مثلا انت عندك كره ومرتاح وتلعب كره طويله، بعد ماكو كره طويله. يمكن انتم شفتوا كاس العالم والبطولات الاوروبيه كله لعب سهل وبناء من الخلف، لان الكره الطويله معناتها انه راح تعطيها لفريق الخصم وتعال اهجم علينا. هم لابسين الارجنتين غادروا كاس العالم وما لعبوا كره طويله، ما لعبوا طويله خلاص. فاتمنى انه اليوم نشاهد مباراه جميله واللعب السهل، وربي يوفقكم ان شاء الله. ربي يوفق الجميع. انتم راح يعني كابتن هذا الفريق راح يسدد، راح يجي عمليات تسخين، راح ينفذ الجزاءات، هاي الامور يمكن تسهل المهمة عليك. طبعا اكيد اكيد. بالتوفيق بالتوفيق لفريق الشعلة الغزاليه. الغزالية اكيد. التوفيق لكم لفريق الغزاليه الشعبي، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. محمد مجيد 2004. عبد المنتظر حسين عبد الله مواليد 2004. عبد الحبيب شاكر حبيب مواليد 2004. علي حميد عبد الساده مواليد 2000. حسن ناصر فاخر مواليد 2001. موسى فالح حسن مواليد 2004. عباس يوسف عاشور مواليد 2001. فاخر فاضل عبد اللطيف مواليد 2002. رسول سعد محسن مواليد 2000. عمر ابراهيم عواد مواليد 2001. حسن عبد الكريم عابد 2004. سامر كريم حربي مواليد 2003. مرتضى عباس مردان مواليد 2000. حسين سليم علي حرب مواليد 2004. عباس حيدر حسن مواليد 2004. أمير عبد الوهاب جبار مواليد 2002. مصطفى عباس ملتان مواليد 2002. الاسم حسين صبيح محمود مواليد 2000. مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، الكابتن قصي هاشم تحدث مع فريقه وتشيك الوضعيه زين. الان وصلنا للفريق اللي اختاره كابتن قصي منير. الكابتن انت اخترت فريق البرتقالي اللي هم من الشعله، فريق من الشعله، فريق شعبي راح يعني يستمرون معاك ان شاء الله، تختار معتهم موهبه وموهبتين ثلاثه. شباب بالبدايه السلام عليكم. شباب احنا برنامج الكشاف اللي يعرض على قناه الطليعه، شايفين ما شايفين هذا يعني شأنكم. البرنامج مثل ما تعرفون ويمكن اغلبكم شايف البرنامج انه الكابتن قصي منير راح يختار من عندكم مواهب تقنعه داخل الملعب، اوكي؟ نريد من عندكم شيء واحد، انه تأدون بشكل طيب،
وحتى تستمرون ويانا يعني لنهايه البرنامج. يعني ما يحتاج اقول لكم من قصي منير. قصي منير غني عن التعريف، مثل المنتخبات الوطنيه بمستوى عالي، خلق واخلاق. خارج الملعب نفسه بالضبط، هو نفسه اللي داخل الملعب خارج الملعب، لكن داخل الملعب شويه شرس وجدي، برا الملعب لا، كل الحياه مختلفه. كابتن حسين صح؟ اليوم طبعا فرصه لكم تقدمون افضل ما عندكم امامه، تعالوا تعرفوا عليه واحد ورا الثاني. تعال شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم شباب. أضيف على كلام أستاذ أمين على البرنامج والمسابقة، إحنا اليوم جايين نختار، لكن كيف نختار؟ نختار، أنا فرحان إنه اليوم ملعب، يمكن عندنا إذا تشاهدون برنامج حلقات السابقة ملاعب أكثرها صغيرة، خماسية وسداسي. هسه كنت أتكلم مع مدرب، يعني هذه ما تخدم اللاعب. يعني أتمنى حتى أنتم كلاعبين شباب بدايتكم يحتاج تلعبون بهذه الملاعب، لأنه هذه الملاعب اللي هي توصلك تقدم نفسك. اليوم إحنا جايين حتى ما أطيل عليكم، نختار كيف تقدم نفسك بمستواك. لا تخلي الضغوطات إنه إحنا موجودين أو كاميرات موجودة، لا، ألعب ألعب، قدم. شلون تقنعنا بمستواك؟ أما إنه تكون مضغوط تكون مرتبك فما راح نشوفك، يجوز اليوم تكون مو بيومك. لكن أنا أقدم لك هاي النصيحة إنه تلعب أريحية حتى ممكن أكثر عدد يكون مع فريقي، بما إنه أنا مختار اللون البرتقالي اللي أنتم جماعة الشعلة، فأشوف أكثر عدد أحب إنه أختار. أنا يمكن بعض الحلقات يعني تجاوزت، اختاريت 5 قنعوك المواهب، 6 قنعون مواهب الفريق يعني. 1-6 أنا مختار، لأنه صح. قنعوني الاخوان هنا قالوا ما يصير هذا، لانه عندنا كثير من مناطق حتى نعطي اكثر عدد للمناطق مثل الباقيه انه، لكن انا قلت لهم لا، هذول لاعبين ممكن معاي يصيرون. فانتم نفس الشباب اللي اريده منكم اليوم قدمون حتى تقنعوني تكونون معاي اكثر عدد. فهذا كل اللي عندي، اتمنى لكم التوفيق واريد تمتعونا اليوم. معك التوفيق شباب، يعني لعب التوفيق. حلو نعم، بالتوفيق. لكم التوفيق ان شاء الله. الكابتن الشباب تسديد وكنترول وركلات جزاء راح تسهل عليك المهمه في اختيار اللاعب ان شاء الله. اذا شباب بالتوفيق لكم، ومنالكم تلعبون بطريقه ممتازه جدا، بطريقه سهله. انسوا الكاميرات، انسوا البرنامج، متعوا نفسكم، متعونا احنا اللي راح نقعد على المدرجات نشاهدكم كفريق يمثل منطقه الشعله. شكرا جزيلا لكم، اتمنى لكم التوفيق مره ثانيه. توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، احبتي المشاهدين متابعي قناه الطليعه الفضائيه، نحييكم من جديد وحلقه مميزه من حلقات البرنامج الرائع، برنامج الكشاف، برنامج نشاهده من خلال الشاشه الذهبيه، شاشه الطليعه الفضائيه. حلقتنا لهذا اليوم اقيمت وصورت في منطقه الغزاليه في مباراه تجمع ما بين فريق الغزاليه وفريق الشعله. فريق الغزاليه باللون الارجنتيني الزين الارجنتيني على يمين الشاشه، وفريق الشعله باللون البرتقالي باللون على يسار الشاشه. طبعا فريق الغزاليه بقياده الكابتن قصي هاشم، اما فريق الشعله بقياده المدرب قصي منير. انطلقت المباراه، نتمنى في هذه الحلقه وهي الحلقه 10 من برنامج الكشاف ان نشاهد مواهب واكتشافات في مراكز عديدة في مجال كرة القدم وفي المراكز التي يحتاجها الكباتن بالنسبة لقصي منير وقصي هاشم. انطلقت المباراة والنتيجة لا تزال تعادل سلبي، نقولها ونكررها دائما في حلقات هذا البرنامج، لا اعتبار
ولا اهتمام لنتيجة المباريات، يبقى التركيز والاهتمام ووجود واكتشاف المواهب من خلال حلقات هذا البرنامج. اللعبة الركنية لمصلحة فريق الغزالية، من جهة اليمين يحاول يمر لكن مقطوعة، يبحثون عن الهجمة المرتدة لكن تأخر بالتمرير، وبالتالي ذهبت حلاوة الهجمة المرتدة. كرة أمام منطقة الجزاء لمصلحة فريق الشعلة، من جهة اليمين السيطرة، يبحث عن التمرير، رجع الكرة إلى المناطق الدفاعية ثم إلى الحارس، مرة أخرى فريق الشعلة يسيطر على الكرة، مرت الكرة من الحارس ثم إلى خط الدفاع، ننتظر تمرير الكرة إلى وسط الملعب، بالفعل وصلت من وسط الملعب إلى جهة اليسار لمصلحة فريق الشعلة. طبعا فريق الشعلة كما ذكرنا ونوهنا بقيادة المدرب قصي منير، والكرة أمامية لكن وجود حالة تسلل، وبالتالي الكرة لا تزال بأرضية الملعب. كرة من جهة اليسار بالخطأ، مرة أخرى كرات مقطوعة، كل الفريق وكل لاعب في الفريقين يبحثون عن التركيز بالتمرير، وبالتالي إيصال الكرة إلى المناطق الهجومية. خطأ، يلعب الخطأ لكن الكرة مرت بجانب القائم، وبالتالي لا ضربة مرمى لمصلحة فريق الشعلة. ضربة مرمى، لازلنا وياكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، وحلقة مميزة من حلقات برنامج الكشاف، والحلقة العاشرة وملخص الشوط الأول بين فريقا الغزالية وفريق الشعلة. كرة مقطوعة مرة أخرى لمصلحة فريق الشعلة بالخطأ، تصل بالمنتصف لمصلحة فريق الغزالية، أيضا الكرة وسط غابة من السيقان ولا وجود للتركيز بالتمرير، مرة أخرى إلى رمية التماس، رمية التماس الآن تلعب لمصلحة فريق الشعلة بقيادة المدرب قصي منير، وفريق الغزالية بقيادة المدرب قصي هاشم. كرة تلعب من الحارس في مكان خطر لكن الكرة ذهبت إلى خط الدفاع، مرة أخرى المحاولة، كرة أمامية بالمنتصف، كرات هوائية ما بين لاعبي الفريقين، هنا المهارة والاستحواذ، ارجع الكرة إلى خط الدفاع مرة أخرى لمصلحة فريق الشعلة. تأكيد اللي شاهد الدقائق أنه لا وجود للمتعة، لا وجود للإثارة، لكن بالنسبة للمدربين للأمور التكتيكية الفريقان إلى الآن ينجحان بتطبيق الأمور التكتيكية، وكلما كانت الأمور تكتيكية لا وجود للمتعة. هنا الكرة داخل منطقة الجزاء، يحاول يسدد، وجول، هدف أول في المباراة، هدف لمصلحة فريق الشعلة، لكن والله 90% من الهدف شاهد الإعادة، هنا السيطرة في منتصف الملعب، لا وجود لأي ضغط، لف ودار ورأى اللاعب ولعب الكرة، و90% من الهدف للتمريرة الأمامية وكسر مصيدة التسلل، وبالتالي المرور والتقدم ودخول منطقة الجزاء لعدم وجود أي مضايقة، وسدد بالوضع المستريح والكرة ذهبت إلى المرمى، هدف يدرس بالنسبة للكباتن قصي منير وقصي هاشم، بالتأكيد يفرحون بهكذا هدف يلعب من جملة تكتيكية من تمرير أمامية، وبالتالي شاهدنا التقدم ودخول منطقة الجزاء ولا وجود لأي مضايقة من قبل لاعبي فريق الغزالية، وبالتالي هدف لمصلحة فريق الشعلة. هو الكرة من نفس الهدف داخل منطقة الجزاء، يحاولون هدف تسجيل هدف ثاني ولا التسديد، لكن أيضا بنفس الجملة التكتيكية التي أتى منها الهدف حاولوا تسجيل هدف ثاني بالنسبة لفريق الشعلة، لكن التسديدة ذهبت إلى بر الملعب وضربة مرمى. كرة مرة أخرى، بدأوا لاعبي فريق الشعلة السيطرة على منطقة الوسط، على اعتبار خط الوسط هو القلب النابض للفريق في مجال كرة القدم، وهذا ما شاهدناه من خلال
سيطرة واستحواذ لاعبي فريق أشعل. هنا المهارة موجودة وهذا اللي ما يبحث عنه المدربان قصي منير وقصي هاشم، لكن التمريرة بالخطأ تعود لمصلحة فريق الغزالية، ولكن لمسة يد إلى الآن يعني منذ باستثناء الدقائق الأولى من ملخص الشوط الأول بالنسبة للاعبي فريق الغزالية اختفى لاعبي فريق الغزالية، وفريق الشعلة سيطر على مجريات الشوط إلى الآن. هنا الكرة عالية، الخطأ بالإبعاد، كرة لا تزال داخل منطقة الجزاء، هدف ثاني، هدف ثاني واستغلال الأخطاء. كان الخطأ من الحارس، خطأ في تقدير الخروج وخطأ بالإبعاد، وبالتالي هنا لاعب فريق الشعلة هنا الإعادة، وبالإعادة الإفادة الحارس يعني لا هو أبعد الكرة ولا هو ماسك الكرة، وبالتالي دائما ما ينصح بالحراس إبعاد الكرة إلى الجانب لإبعاد الخطورة عن مرماهم، لكن خطأ استثمر من قبل لاعبي فريق الشعلة، وبالتالي هدف ثاني، هدف باستحقاق تقدم لاعبي فريق الشعلة. لازلنا وياكم مشاهدي متابعي قناة الطليعة الفضائية وملخص الشوط الأول من الحلقة العاشرة، حلقة وعدسة برنامج الكشاف موجودة في منطقة الغزالية، ومباراة فريق الغزالية والشعلة. هنا التمرير الخاطئ من لاعب صاحب الهدف الأول، هنا الرأسية، الكرة لا تزال داخل أرضية الملعب لتصل إلى الحارس، حارس مرمى فريق الشعلة يلعب الكرة من جهة اليسار، تمرير، لكن بغض النظر عن الهدفين شاهدنا بعض الجمل التكتيكية، وبالتحديد الجملة التكتيكية التي أتى من خلالها الهدف الأول لمصلحة فريق الشعلة بانتظار ما سيصفر عنا يعني الدقائق المتبقية من ملخص الشوط الأول والدقائق الشوط الثاني من مجريات هذا اللقاء. إبعاد، ضربة ركنية لمصلحة فريق الشعلة، كرة بالمنتصف، كرة بحوزة لاعبي فريق الشعلة، لكن مقطوع الكرة أيضا لا وجود للتركيز، كلما قل التركيز كثرت التمريرات الخاطئة. أيضا هنا مرة أخرى بالتأكيد هذه الأمور سواء كانت تكتيكية أو تكنيكية، فالمدربان أو الكباتن قصي منير وقصي هاشم على دراية بتسجيل هذه النقاط. نلعب في الرمق الأخير من ملخص الشوط الأول أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية والحلقة العاشرة، وبالفعل أتت صافرة حكم اللقاء لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الشعلة بهدفين مقابل لا شيء بقيادة المدرب قصي منير، بانتظار الشوط الثاني من هذه الحلقة ومن هذا اللقاء، طبعا الحلقة العاشرة كما ذكرنا من برنامج الكشاف، حلقة تصور في منطقة الغزالية، تحاول عدسة برنامج الكشاف بشكل خاص وقناة الطليعة الفضائية بشكل عام الوصول إلى أبعد نقطة من خلال ملاعبنا الكروية واكتشاف المواهب في هذا البرنامج، وهو الغرض الأساسي والرئيسي والغاية من هذا البرنامج هو اكتشاف المواهب الكروية، والأهم من ذلك بالأعمار الصحيحة. كرة نلعب في الشوط الثاني أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية وملخص الشوط الثاني من الحلقة العاشرة، شوط أول انتهى بتفوق فريق الشعلة بهدفين مقابل لا شيء، كرة لا تزال بحوزة لاعبي فريق الشعلة من صاحب الهدف الأول، تمريرة أمامية يبحثون عن الثالث، لكن هنا الدفاع مرة أخرى فريق الغزالية، هنا التمرير بالمنتصف يبحث عن الزميل هو الإسناد، مرة أخرى السيطرة على الكرة، لكن أيضا كرة خاطئة من قبل لاعبي فريق الغزالية، هنا الكرة إبعاد من قبل المدافعين بالمنتصف، تمريرة لمصلحة فريق الغزالية بقيادة المدرب قصي هاشم، يبحثون عن هدف تقليص الفارق،
والأهم من ذلك إبراز المواهب التي يمتلكها اللاعبين تشكيلة فريق الغزالي هنا الفدائية والإبعاد رمية تماس لمصلحة فريق الغزالية من الجهة البعيدة. مرة أخرى المحاولة مقطوع الكرة لمصلحة فريق الشعلة بالمنتصف. المهارة موجودة، السيطرة، الاستحواذ، التمرير. مرة أخرى المحاولة لمصلحة فريق الشعلة، لكن أتى هنا المدافع وبكل فدائية إبعاد الكرة إلى رمية التماس. تلعب الكرة مرة أخرى، لمسة يد وخطأ لمصلحة فريق الغزالية في منتصف الملعب. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية، لازلنا وإياكم متواصلين وملخص الشوط الثاني من الحلقة العاشرة. وهي الكرة أمام منطقة الجزاء، مر وتقدم والتسديد، وهدف، هدف، هدف جميل جدا ينم عن المهارة التي يمتلكها هذا اللاعب. بالفعل هنا التقدم والمرور، انفراد، شاهد المضايقة من المدافع، لكن بالمهارة والمهارة اللي موجودة بالفطرة بالفعل عند هذا اللاعب تخلص من المدافع ووضع الكرة. بالتأكيد صعبة على الحارس. والهدف الثالث، أهداف جميلة جدا بالنسبة لفريق الشعلة بهذا اللقاء وبهذه الحلقة بشكل عام. هدفان مدروسان من قبل لاعبي فريق الشعلة، وهدف ثالث أيضا يدرس من خلال استغلال الأخطاء التي ترتكب من قبل الحراس أو الدفاعات. رمية التماس لمصلحة فريق الغزالية، يعني رغم تقدم فريق الشعلة بهدفين لكن الفريق استمر على النهج الهجومي من خلال السيطرة في وسط الملعب والتمرير. هنا المهارة، يحاول يتقدم، الكرة لا تزال، لكن سلامة اللاعبين أهم من تطبيق القانون، وبالتالي إعطاء الخطأ لمصلحة فريق الشعلة في منتصف الملعب. شاهدنا من الجهة البعيدة كادر برنامج الكشاف، قصي منير وقصي هاشم والزميل العزيز المبدع أمين شراد يبحثون وبعين ميكروسكوبية أي موهبة تظهر في هذا البرنامج. والحلقة العاشرة التي تقام وتصور من برنامج الكشاف في منطقة الغزالية. كرة بالمنتصف، إبعاد، مرة أخرى الهجوم أيضا لا وجود للتركيز بالتمرير، وبالتالي الكرة تصل سهلة إلى حارس مرمى فريق الشعلة. فريق الشعلة بقيادة المدرب قصي منير متفوق متقدم بثلاث أهداف مقابل لا شيء. نلعب بالشوط الثاني وملخص الشوط الثاني من الحلقة العاشرة من برنامج الكشاف. حلقات السابقة كانت مميزة، أظهرت لنا العديد من المواهب. كرة وأبعاد، مرة أخرى المحاولة لا تزال لمصلحة فريق الغزالية. هنا المهارة موجودة لكن لا وجود لخطأ، واللعب على صافرة الحكم. هنا المرور لكن أيضا باستبسال المدافع أبعد الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق الشعلة من الجهة البعيدة. تلعب الركنية، كرة لمصلحة فريق الشعلة، العرضية وخطرة، مرة أخرى المحاولة، وهدف رابع أيضا، استغلال للأخطاء، هدف رابع لمصلحة فريق الشعلة. هنا الإعادة، ودائما نقول بالإعادة الإفادة، لكن والله اللعبة لعبت بكل حرفنة، ارتدت من القائم والحارس وتهيئت أمام لاعب فريق الشعلة، وبالتالي وضع الكرة بكل أريحية داخل المرمى لتصبح النتيجة 4 أهداف لمصلحة فريق الشعلة مقابل لا شيء لفريق الغزالية. كرة تلعب لمصلحة فريق الغزالية، لم نشاهد وصول لاعبي فريق الغزالية إلى مرمى فريق الشعلة حتى ولو بكرة خطرة. ضربة مرمى، تلعب الكرة. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية، لازلنا وياكم متواصلين، والحلقة العاشرة من برنامج الكشاف
حلقة تقام وتصور في إحدى الملاعب الكروية في منطقة الغزالية. تلعب الكرة من حارس مرمى فريق الغزالية وخطأ، خطأ لمصلحة فريق الغزالية. مقطوع الكرة، يعني رغم المحصلة والأهداف لكن فريق الشعلة يتقدم. ملعب في الرمق الأخير من الشوط الثاني ومن المباراة بشكل عام. ضربة ركنية، وبعد هذه الركنية تأتي صافرة الحكم. تلعب الركنية أو بانتظار تنفيذ الركنية، ولكن قبل تنفيذ الركنية أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية، أتت صافرة حكم اللقاء لتعلن عن نهاية المباراة بفوز فريق الشعلة بقيادة المدرب قصي منير بأربع أهداف مقابل لا شيء لفريق الغزالية بقيادة المدرب قصي هاشم. نلتقيكم في حلقات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الشباب أديت بشكل طيب وبارك الله بكم، يعني لعبتوا مباراة ممتازة جدا، شفناكم نقلتوا كرة، لمسات مدربكم حتى واحد ايش يعني يبخس حق هذا الرجل واضع على الفريق، نقلتوا كرة بطريقة طيبة، اقنعتوا مدربكم والمدرب المحترف الكابتن قصي منير. كابتن شفت الفريق، اختار خيار لك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا شباب احنا دائما وانا وقصي هاشم للطرفة انه يجي قبل هو يختار زي. بس اليوم انا قلت له انت اختار، لانه طب قبل الملعب قلت له انت اختار، فهو اختار الفريق هذا. بس انا يعني اقول لك انه واقول لكم محظوظ انه اختاريتكم او انه هو ما اختاركم وصرت وياي. ان شاء الله كلكم لاعبين جيدين، هسا احشي ويا الكابتن اقول له انه انا عندي مراكز، فلازم اللي احتاجه بالمركز او افضل اللي موجودين اللي عندي افضل من عندهم ممكن اضيفه، لانه اكو تصفيات، هي ما راح تكون نهايه انه مكانك محجوز، لا راح تروح ونتدرب ونشتغل بعدها انه نختار التشكيل الفريق. زين انا اختار ايش؟ قلت لك اختار اضاءه ماكو، طبعا اضاءه ماكو ايه؟ خلي يعرف الجمهور اضاءه ماكو، فرق شعبيه احنا دائما نقول خاف شويه خلي الاضاءه. انت قلت تختار ايش؟ قلت لك كيفك. كيفي؟ اول مره تقول لي بكيفك. بكيفك والله. الفريق زينك تختار بس على كيفك. بابا انا وقفنا اختلفنا. خلي شيل الباقي. اختار الاول، اللاعب الاول. رقم اربعه. رقم اربعه تعال صفقوا له. شو يلعب كان رقم اربعه؟ تعال يمي. اللي قصه اراده. حبيبي كابتن. يلا بالتوفيق. مدافع رقم اربعه. تعال هنا يمي. تعال كابتن، مدافع رقم اربعه يا مواليد. مواليد 2000 ممتاز جدا 18 سنه، احنا انت من ضمن خيارات البرنامج. شنو اسمك؟ مرتضى عباس. مرتضى عباس هذا الخيار الاول، ليش اخترت مرتضى؟ يعني انا محتاج شب وسط. محتاج شب وسط؟ عجبك؟ عندي اللاعبين اللي مثل ما يقول مواصفات اللي احتاجها طويل. زين ثاني يلا خل نستعجل الثاني. ليش مستعجل؟ ابو سمره. ابو سمره قصي منير، قوم قصي منير طبقوا له. حي قصي منير. شنو اسمك؟ عبد المنتظر. عبد المنتظر. عبد المنتظر. عبد المنتظر. عبد المنتظر. اختار الثالث، ليش اخترت اثنين قصي منير؟ لا في مواصفات؟ ما قلت لك ما جامل بس عنده هواي اقنعني يعني اليوم لمساته تحركاته. خلص لو بعد. ملعب. لا بعد. وقلت آخر لك اخر خيار. لا اخر خيار. اخر خيار رقم 16 وينه؟ رقم 16. من رقم 16؟ علاوي. ذاك؟ اي صفقوا له شباب. رقم 16 واجت الاناره ما شاء الله. الله حبيبي موفق ان شاء الله. رقم 16 شنو اسمك؟ علي حميد. علي حميد. علي حميد. خلاص ابو طه؟ لا بعد اعطيني. خلاص ابو طه؟ لا بعد اعطيني. خلاص ابو طه؟ بعد واحد. بعد واحد يلا بطاه. هاي تشانس لك، احنا قلنا اثنين نعطيك تشانس الثالث بس يلا خلاص اذا موهوب اختار ثالث. ترى ها قصي يريد بعد يريد يعني من عندكم ممكن ايه يعني ابقوا العاد ابقوا قاعدين ممكن يختار شباب. منكم انا راح نختار يعني حقيقه حتى نحكيها لو ما نحكيها نحكيها يعني
قلت لك انا سعيد انه ومحظوظ انه صار اختيار ما اختارهم كابتن قصي، فانا اختاريته وهو عينه على بعض اللاعبين. اختار الخيار الاخير يلا حتى 18 شلون يلعب؟ تشادي بالنص. اهلا حبيبي، زين موفق ان شاء الله. شنو اسمك؟ محمد عبد العباس. محمد عبد العباس، عندك شيء هم بعد؟ لا انا اشكركم واتمنى لكم التوفيق شباب، انا هاي المراكز احتاجها ومو سيئين انتم، لا والله كل لاعبين جيدين، بس انا المراكز اللي احتاجها يعني هذا، وممكن يختار فرصه منكم. كابتن قصي يختار من عندكم، ممكن يختار منكم كابتن قصي وابقوا قاعدين. انتم اتمنى لكم التوفيق، مواليدكم حقيقيه 2000 فما دون. ان شاء الله راح تستمرون ويا الكابتن قصي منير لنهايه البرنامج. شكرا للشباب ونتمنى التوفيق للجميع. تسعودة طبعا راجعين لكم، لا تروحون ابقوا قاعدين، راح يصير عندكم لاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمد عبد العباس سلمان، لعبنا المنتخب الشعلي واخذنا الكابتن قصي منير. ان شاء الله بيض وجه. اختارني الكابتن قصي منير ان شاء الله بيض وجه. اختارني الكابتن قصي منير ان شاء الله العب خوش لعب. اختارني الكابتن قصي منير ان شاء الله بيض وجه. مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، الكابتن قصي منير اختار فريقه. الكابتن قصي هاشم راح يختار من فريقه الفريق السمائي، وقال عنده خيارات من الفريق البرتقالي، فاحنا بصراحه جبناهم الفريق البرتقالي، قعدناهم ويا فريق الكابتن قصي هاشم، وبالتاكيد شباب انتم اديتوا بشكل طيب، وضعكم كان زين بالملعب بالنسبه للفريقين، لكن يبقى احنا ابدا ما ننظر للنتيجه، ننظر لاداء اللاعبين داخل الملعب. ما اريد اطول عليكم، الكلام يبقى للكابتن قصي. يعني يمكن السماء فريق اليوم ما ظهر حقيقه بالمستوى اللي نطمح له، يمكن فريق البرتقالي كان افضل من مباراه، والدليل انه فاز بالأربعة صفر. اعتقد يمكن اغلبكم يلعبون خماسي مو؟ تلعبون خماسي يحكوا خماسي تلعبون اكثر ما تلعبون نانا صح. اي يعني بينت انه الخماسي حقيقه اثر على ادائكم داخل الملعب، لان يعني الملعب ال 11 يختلف بالمسافه وبالابعاد، يعني هواي امور كثيره، لذلك ممكن ما ظهرتوا الفريق الابيض بالمستوى اللي حقيقه نتمناه. ذاك انا اختاريت يمكن لاعب واحد من الفريق الابيض اللي هو دفاع يسار، ما اعرف اسمه، دفاع يسار يا رقم هذا رقم 3 رقم 3 قوم صفقونه يا شباب رقم 3 قوم تعال ليش مستحي؟ شو اسمك؟ محمد الباقر يا مواليد 2002 2002 تعال محمد الباقر محمد الباقر الخيار الاول، عندك خيار ثاني لو الفريق البرتقالي؟ لا من الفريق البرتقالي حقيقه يعجبوني اكثر من لاعب، يعني بالاضافه اللي اختارهم كابتن قصي منير اختار رقم 13 رقم 13 وسط بالبرتقالي إيه رقم 13 صفقوا له شباب مو رقم 13 ها تتباع رقم ماته شو اسمك حسن ناصر يلا هاي رمشه كهرباء عاد تصير كابتن العوائل هو اختار بعد رقم 11 11 مدافع صفقوا يا فريق، انتم فريق واحد وهذا خدمه لمنطقتكم ان شاء الله. سامر حبيب سامر استريح، يعني هذول يمكن افضل استريح اقعد اللي شقراك افضل اللي كانوا موجودين يعني، وانا اعتذر حقيقه انه ما ليش اختاريت المدافع؟ ليش اختاريت هذا اللاعب الوسط؟ ليش اختاريت مدافع اليمين او مدافع اليسار؟ مدافع يسار يعني قوي، يعني يمكن هو اكثر واحد ادى، يعني كان متحمس للمباراه ومتفاعل بالمباراه، هو يمكن شو اسمك حسن؟ محمد الباقر زين، يعني اكثر من الباقيين. رقم 13 حسن بالوسط كان عاقل، انا حسن حقيقه يعني لعبه يعني كنا ما لعب لاعب كبير يعني مو اكبر من عمره يعني، ورقم 11 عنده رؤيه، ورقم 11 رغم انه نزل ثاني شوط لكن تحس به انه عنده قدرات من المدافع ويستلم كره للامام، ويعتقد انه مشروع لاعب جيد. شكرا جزيلا كابتن، شكرا للشباب، والله ما كنتوا سيئين، جيدين، لكن هذا نظام البرنامج انه يختارون فقط اللي يتميزون اثناء المباراة. شكرا ونتمنى لكم التوفيق. اختارني كابتن قصي هاشم فريقه وان شاء الله بيض وجهه. اختارني كابتن قصي هاشم في فريقه وان شاء الله العب خوش لعب. اختارني
قصي هاشم ان شاء الله بيض وتشفي فريق. مثل ما شفتوا احبتنا المشاهدين الكباتن قصي منير وقصي هاشم كل واحد اختار مواهب. يمكن احنا نظام البرنامج تعرفوه انه المدرب لما يختار فريقه المدرب الاخر من حقه ان يختار من الفريق الثاني، دائما نكررها بالحلقات السابقه ونذكر بها بالحلقات القادمه اذا صار مثل هذا الموضوع. اذا اليوم 7 مواهب انضمت للفريقين، اتمنى ان يقدمون نفسهم بشكل طيب في برنامج الكشاف حتى نستفاد من عندهم في قادم الايام. اليوم شكرنا وتقديرنا للاخوان في منتدى شباب الغزاليه لتهيئه الملعب وتهيئه فريقين، واخص بالذكر الشكر الجزيل للاخ اكرم فارس المشرف المتواجد في هذا الملعب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء.